الله ولا احنا هنا ورش يعني نساء وشباب يعني احنا هنا يعني نشيل الخشب لعند المنشر منشر مشان الصوبات يعني ايش نسوي يعني هاي حياه النازح يعني اللاجئ يعني نزحنا يعني وقاعدين هنا باجار يعني جوزي لوحده ما بلحق يعني اجباري بدي اساعده مشان يعني مساعد اثنين لحتى نلحق اجار بيت ومصروف اي اكيد كان بامان كنا يعني الناس تشتغل ناس قاعده لانه بات نشتغل سوا لا ما بمشي يعني ما كان بي لا الحز اجباري بدنا نشتغل مشان نعاون بعضنا يعني لي شيء 7 أشهر أشتغل وقبل كنت أشتغل أخرى بالبساتين وبكل شغلة يعني شغل هي شيء يصير نشتغل ورشات نسى شغل ورشات نشتغل إذا صار شغل براني نشتغل وين ما صار شغل نشتغل بحلي وأشتغل هنا مشان عندي أولاد مشان أعيشهم لا زوجي صار له 9 سنين مفقود لا أعرف عنه شيء ولا يعرف عني شيء وعندي 4 أولاد وبنت حامل البيت وحامل هنا أشتغل بالبرة وأشتغل بالبيت مصروف تعب كله علي ما بحدا هاي صار لي اليوم 10 سنين مسافر بالحياة هيجي ايه قبل اولي هو صار له 9 سنين رايح اولي قبل لا ما كنت اشتغل يوم كان جوزي ما تخليني اشتغل ما اطلع برا بس من نحبس من ورا ما اعرف عنه شيء جزيرة من راس العين صرين بالصيف اذا في معامل نشتغل معامل ما في معامل في محلات يشتغلوا بيه فول و كزبره وشي ننظف ونشتغل نروح نشتغل ثم يصير برا شغل زاد ما عندنا شغل بالبيت نطلع نشتغل برا كل شيء بالحياه صعب ما في شيء هين ما في شيء تجي لا جيتي بالشغل في شيء هين ولا رحتي على البيت في شيء هين كلها صعبه الحياه واني حياتي صعبه مني عمري بس 12 سنه لحتى الان ربيت ايتام اول شيء اخوتي ورد ام ولادي توفت امي عمرها 12 سنه وربيت بالاخواتي صارم شباب تجوزت هي انا زين الشغل يعني وريح وشي بس بي قبره يعني بس الغرب طب الكياس نعزله يجي مثل هذا النيت شو اسمه اكياس هذولك مفضيين على الارض نعزل هذا لحال وهذا لحال ونعبيهم مثل هذول هيك ونسكتهم بس وبعدين نرجع نطلع على البيت عاد ونرد نروح على البيت على العشاء وعلى الطبخ وعلى الجلي وهاي هي عملنا نجي الصبحيات نفتح المحلات نحط الحطب بدل المنشر بننشر ناس تعطي الواقف على المنشرة ناس بالصف يعني بنعبي الكياس وهيك شيء والله هي فيها صعوبة شوي يعني شيل الحطب تنزيل تحميل هيك شغلات يعني انه في حالتنا المادية ما بتسمح يعني عم بساعد جوزي هو بيشتغل عم بيشتغل وبنساعد بعضنا بالبيت اكيد لها قدرة برا يعني تشتغل برا يعني ما دام بيت عم توفر له كل شيء تقدر تشتغل برا يعني ما في شيء يعني بيخليها ما تشتغل اصلا من المرأة تشتغل برا بيكون احسن لها بتتعرف على الدنيا بتشوف ناس اكثر يعني بتشوف الحياة احسن المرأة مو بس بالبيت كان يعني اول المرأة بالبيت بس لا هلا صار يعني المرأة بتشتغل برا اكثر من البيت نازحين من راس العين صارنا هون تقريبا حوالي 2 سنين من اول ضربه راس العين ما فينا نرجع لهنيك الاوضاع ما بتسمح لنا يعني المعيشه هنيك مو مثل هون مرتاحين اكثر يعني هنيك ما في يعني يا شغل لا معيشه لا مي لا كهرباء هون حاسين احسن يعني لا ما في امان هنيك يعني صار في كثير حرب وضرب وتفجيرات ما بتعرفي اي ساعه بيصير تفجير وبصير حرب يعني اذا مشان اماننا وامان اولادنا يعني مشان ايش يعني مو اكثر نحن يعني وهون صارت العيشه احسن من هنيك افضل بكثير والله كله مصروف بالبيت يعني بناخذها منهم نحطها بالبيت يعني فورا بنجي من الساعه 7 للساعه 4 المساء من الساعات كل واحد بيعرف شغلته كل واحد بيعرف شغلته بيشتغلها بخلص انا بساعدها هي بتخلص بتساعدني يعني متفقين على كل شغله